ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. بتعادل النادي الاهلي بالامس امام البنك الاهلي سلبيا انتهت رسميا الجولة 19 من الدوري المصري اللي شهدت العديد من الظواهر التي تحدث لاول مرة، ظواهر كتيرة جدا جدا جدا. يلا بينا نقولها سوا. لاول مرة من سنة 2010 الاهلي يفشل في تحقيق الفوز في اربع مباريات متتالية، خسر من المصري البورسعيدي 1-0، تعادل مع طلائع الجيش سلبيا، تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، واخيرا تعادل مع البنك الاهلي سلبيا. اربع مباريات متتالية للنادي الاهلي في الدوري المصري ما سجلش فيهم الا هدف وحيد من ضرب الجزاء سجلها محمد مجدي قفشه في مباراة سيراميكا كليوباترا. المباراة القادمة للنادي الاهلي في الدوري المصري امام نادي انبي، لو فشل النادي الاهلي في تحقيق الفوز فيها هيكون ده بيحصل لاول مرة من 40 سنة ان النادي الاهلي يفشل في تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية في الدوري المصري. بهزيمة نادي الزمالك امام طلائع الجيش بهدف نظيف للنيجيري فيكتوري، لاول مرة من 2018 نادي الزمالك يخسر مباراتين متتاليتين من غير ما يسجل ولا هدف. نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اخذ قرار انه مش عايز يلعب خالص في استاد القاهرة علشان استاد القاهرة متخاذل وبيتسبب في هزيمة نادي الزمالك. بفوز نادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء على سيراميكا كليوباترا، الهدف الاول كان سجله باهر المحمدي من ركلة الجزاء، ده اول هدف للنادي الاسماعيلي على ملعبه باستاد الاسماعيلية هذا الموسم. لأول مرة في التاريخ نادي الإسماعيلي يفشل في تسجيل أي هدف على ملعبه خلال دور كامل بالدوري المصري. فوز النادي الإسماعيلي في مباراتين متتاليتين يحدث للمرة الثانية هذا الموسم. الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم قدر إن هو يفوز بمباراتين متتاليتين، فاز على الاتحاد السكندري 2-1، بعديها فاز على إيستن كومباني بنتيجة 2-0. الفوز هو الثاني للكابتن حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي بعد قيادته للنادي الإسماعيلي بعد الإطاحة بالكابتن حمد إبراهيم. لعنة الفوز على النادي الأهلي تصيب المصري البورسعيدي في مقتل. بعد فوز النادي المصري على النادي الاهلي 1-0 بهدف هيثم العيوني، المصري البورسعيدي يفشل في الفوز في خمس مباريات متتالية في الدوري المصري. بعد فوزه على النادي الاهلي خسر نادي المصري البورسعيدي امام نادي الزمالك 2-1، بعديها خسر من المقاولين العرب 2-0، بعديها خسر من النادي الاسماعيلي 3-2، بعديها حقق التعادل الايجابي مع المحلة 1-1، واخيرا بالامس خسر امام سموحة بنتيجة 2-1. الصراع على لقب هداف الدوري يشتعل، مازال على الصدارة احمد سيد زيزو لاعب وسط نادي الزمالك برصيد 11 هدف. يليه الثلاثي كريستوفر مابولولو الانجولي مهاجم الاتحاد السكندري وجون ايبوكا نيجيري مهاجم نادي انبي ومروان حمدي مهاجم نادي سموحة برصيد 9 اهداف. يليهم الثنائي محمد هلال مهاجم البنك الاهلي واحمد عاطف مهاجم فيوتشر برصيد 7 اهداف. احمد رفعت فيوتشر مامادو نياس الموريتاني لاعب المقاولين العرب وخالد قمر لاعب الجونة برصيد 6 اهداف. افضل حارس في هذه الجولة شهدت تألق العديد من الحراس. حارس النادي الاسماعيلي محمد فوزي تألق في حماية مرمى النادي الاسماعيلي وقدر يحافظ على نظافة شباكه امام مهاجمي نادي سيراميكا كليوباترا. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في رأيي الشخصي عمل تصدي اسطوري من تسديدة كريم بامبو اللي قدر يطلعها بكل براعة من قلب المرمى، لكن لقب الافضل في رأيي الشخصي يذهب لصالح محمد مجدي حارس مصر المقاصة المعار من النادي الاسماعيلي اللي قدر يحافظ على فوز فريقه وتصدى للعديد من الهجمات الخطيره لنادي الجونه وقدر يصعد بفريقه من المركز الاخير للمركز ال17. خروج محمد الشناوي في بدايه الشوط الثاني هو اللي اكد فوز محمد مجدي بلقب الافضل هذا الاسبوع. افضل لاعب، ايضا الجوله شهدت تالق العديد من اللاعبين. جون ايبوكا مهاجم النيجيري لنادي انبي بيواصل التالق وسجل هدفين لفريقه في شباك المقاولين العرب بعد ما قاد فريقه في الاسبوع قبل الماضي للفوز على الزمالك بثنائيه نظيفه. لاعب المقاولين العرب محمود عبد العزيز المنتقل اليه في فتره الانتقالات الشتويه الماضيه بيسجل هدفين لفريقه هذا الموسم لاول مره، وبيقود فريقه المقاولين العرب للتعادل امام انبي وحصد نقطه غاليه. لاعب النادي الاسماعيلي متالق هذا الموسم احمد مدبولي اللي قدر يصنع بمهاره شديده الهدف الثاني لفريق النادي الاسماعيلي في هجمه مرتده رائعه، لكن برضه في رايي الشخصي لقب افضل لاعب في الجوله يذهب لمهاجم نادي فيوتشر احمد عاطف. احمد عاطف بيواصل التالق هذا الموسم وبيقدر يوصل للهدف السابع لفريقه في الموسم ده، سجل هدف رائع في شباك محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندري من انفراد صريح، وقدر بكل مهاره وقوه وجراه انه يصنع الهدف الثالث لفريقه بعرضيه من كره ميته تقريبا لمهاجم الفريق التونسي ايمن الصفاقسي. افضل هدف في هذه الجوله دي كان فيها في رايي الشخصي 3 اهداف اكثر من رائعه. هدف النادي الاسماعيلي الثاني اللي سجله عبد الرحمن مجدي في مرمى سيراميكا كليوباترا، هجمه مرتده
اكثر من رائعه بداها احمد مدبولي من قبل نص الملعب، وعمل كره بينيه اكثر من رائعه لاحمد مصطفى اللي كان متواجد في الناحيه اليمين، اللي عرضها مباشره لعبد الرحمن مجدي بدل ما يسدد في المرمى، استلمها عبد الرحمن مجدي وقدر يحطها بكل مهاره ما بين قدمي عامر حارس سيراميكا كليوباترا علشان يسجل الهدف الثاني وهدف تاكيد الفوز للنادي الاسماعيلي امام سيراميكا كليوباترا. ثاني الاهداف في رايي الشخصي هو هدف النيجيري جون ايبوكا مهاجم نادي انبي امام المقاولين العرب، ضربه حره مباشره استلمها جون ايبوكا لكن الكره كانت على غير عدلته، صلحها لنفسه وتسديده من زاويه صعبه جدا قدر يحط فيها وش رجله علشان الكره تروح بكل قوه على يسار حارس مرمى المقاولين العرب محمود ابو السعود. اما اجمل اهداف الجوله في رايي الشخصي فهو هدف لاعب الاتحاد السكندري الغاني بنيامين بواتينج الثاني في مرمى فيوتشر، كره عرضيه فاجئ بنيامين بواتينج الجميع انه بيحطها بكل مهاره وسهوله بكعبه في مرمى محمود جنش حارس مرمى فيوتشر عشان يسجل اجمل اهداف الجوله والهدف الثاني لنادي الاتحاد السكندري. الجوله 20 باذن الله هتبتدي يوم السبت المقبل، استن كومباني في مواجهه سموحه والاهلي في مواجهه انبي وطلائع الجيش في مواجهه المقاولين العرب، يوم الاحد الاسماعيلي في مواجهه البنك الاهلي، سيراميكا كليوباترا والمقصه والمصري وفيوتشر، الاتحاد السكندري وبيراميدز، يوم الاثنين فاركو والجونه، يوم الثلاث انبي وغزل المحله، واخيرا يوم الاربع هيكون فيه العديد من المباريات المؤجله. الاهلي تاني هيلاعب ايسترن كومباني، يعني الاهلي لعب يوم الاربع الماضي وهيلعب يوم السبت وهيلعب تاني يوم الاربع. المصري هيواجه البنك الاهلي، نفس الامر البنك الاهلي لعب مع الاهلي الاربع وهيلاعب الاسماعيلي الحد وهيلاعب تاني المصري يوم الاربع. واخيرا بيراميدز في مواجهه فيوتشر وهو امر متوقع برده ان الفريقين لعبوا اكثر من مباراه قبل مباراتهم. الزمالك مازال على قمة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، يلي نادي بيراميدز برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، وفي صراع النص الثاني من الجدول سيراميكا كليوباترا في المركز ال11 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، المصري البورسعيدي في المركز ال12 20 نقطة من 18 مباراة، المركز ال13 الاتحاد السكندري 19 نقطة من 19 مباراة، المركز ال14 المقاولين العرب 18 نقطة من 19 مباراة، وفي المركز ال15 نادي الجونة برصيد 17 نقطة من 18 مباراة بالتساوي مع النادي الاسماعيلي اللي في المركز ال16 برصيد 17 نقطة من 18 مباراة ايضا، المركز ال17 مصر المقصة 13 نقطة من 19 مباراة، واخيرا في المركز ال18 والاخير ايسترن كومباني 11 نقطة من 18 مباراة. لو عجبتك الحلقة علشان اكررها تاني بعد كده ياريت تعمل سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان تبقى اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله، ودائما وابدا انديتنا الجماهيرية اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم، سلام عليكم.